السلام عليكم. في سلسلة تاع التعريف بالفنادق في الجزائر، فنادق تابعة للقطاع العام اللي تم إنشاؤها في الفترة السبعينات والثمانينات والتسعينات نتاع القرن الماضي. اليوم نعرفوكم بفندق الفرسان اللي يقع في مدينة سعيدة، واللي تم إعادة تجديده وإعادة تأهيله وفتحه إذن الزوار والسواح. إذن فندق رائع وجميل ورصيد هام في البيزاج، يعني البيزاج توريستيك تاع ولاية سعيدة. خليكم تتابعون الفيديو، والسلام عليكم.